المواهب بقى في ندرة في المواهب في مصر في كل المراكز؟ ندرة في طبعا كل فترة بتقل المواهب، شوية بتقل نسبة كبيرة قوي. يعني عشان تدور زي ما انا بتكلم، لو عديت في الاندية في الدورة عندنا في مصر، في كل نادي هتطلع لك 3 4 لعيبة، يعني 3 4 لعيبة في 5 6 اندية، والباقي كله مع احترامي يعني عادي، ما لا لا كمان امكانياتهم ما تساعدش ان هو يلعب في الدوري الممتاز، يعني اسماء وتفاصيل كتير. والسوشيال ميديا بقى بيلعب، طبعا بقى بيخلي احمد نجم مصر ويخلي صلاح قليل. ف زي ما انت بتتكلم بقى النضج سلاح، خلاص بقى ما بقاش سلاح. في فهم لمسه شيكه كده وانت بتبص الكره، هو في رجله فرحان يعملها كده، يوقفها ازاي، الجول اللي جابه مشي بيها قبل ما شكها يجيبها، نكشها قدامه تعلى عشان تروح معاه باتجاه بستايل، شكل انكر رجله وهو بيلمس الكوره شيك. كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، في ناس تمسك الكوره تبقى انت فرحان وانت باصص عليهم. دلوقتي الدنيا قليله يعني شويه، محمد ابراهيم مثلا لو اشتغل على نفسه وتاني، فهو ما شاء الله مش كويس، فاق ده برضو من الناس اللي عندها لمسه مختلفه، ستايل لعبه مختلف. انت كمان احنا في نادينا، انا بتكلم في اتجاه نادينا دلوقتي، احنا تفاصيلنا شويه هتحتاج تمن. انا بشكر مجلس الاداره على فك القيد، ان انت بيديك فرصه ان انت تدعم، بس انت محتاج تدعيمات زي ما انت بتتكلم من بره صندوق، من بره الدوري بتاعنا، عشان تفرق معاك. يعني دلوقتي عادي انت ممكن ان شاء الله عشان هتمشي يناير بتبقى الدنيا في يناير هتقدر تمشي امور بحاجات بالزبط. بسيطه، بس الافضل انت خلاص بقيت حر، تقدر تجيب اللي انت عايزه من السنه الجديده، تجيب الصفقات اللي هي المحترمه، 5 6 لعيبه بالكتير قوي يبقوا موجودين، 3 منهم تقال مؤثرين في الفرقه، واحد في مثلا في القلب جنب ونش، وواحد 6 وواحد سترايكر. هتلاقي الامور مع عزيزو والونش رجع وفتحي فوق.